ونزل اخيرا التريلر الخاص بلعبه باتل فيد 2042، مو زي ما كنا متوقعين، لا الجزء السادس ولا حتى سادة ولا اي شيء، 2042. انا عارف جاي في بالك انه ممكن الموضوع يخبصوا ويسووا من الامور اللي ما راح تعجبنا من ناحيه الخيال العلمي، لكن زي ما انتم ملاحظين التريلر قدامكم بيوضح لكم فكره اللعبه. وطبعا حشارككم في هذا المقطع كل المعلومات وكل الاسئله وكل الاجوبه اللي شاركونا اياها EA، يعطيهم الف عافيه في هذا المقطع باذن واحد احد. ووعد مني نهاية المقطع أتوقع هتكون فاهم اللعبة 200%، وتنتظر بعض الأشياء اللي حيعلنوا عنها في الفترة الجاية. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. حندخل على طول في الفيديو حق اليوم، لكن حاب أذكر ضبطونا عاد باللايك والاشتراك بالحركات هذه، وشكرا لكل شخص حضر معانا البث. خلونا نخش دحين على طول في تفاصيل قصة اللعبة وش اللي قاعد يصير بالضبط. أول شيء يا جماعة الخير، اللعبة ما راح يكون فيها طور قصة، يعني حيكون فيها بس طور المالتي بلاير او الاونلاين الخاص فيها. فبالتالي اللي حيصير داخل خريطه اللعبه واللي حيصير من نفس الشخصيات هذا حيروي لك قصه اللعبه على فترات خلينا نقول متتاليه. نرجع للنقطه الاساسيه، اللعبه احداثها في 2042، لكن السؤال المهم الان ايش اللي وصلنا لسنه 2042؟ وهذا الشيء اللي انا حشارككم اياه الان بالتفاصيل الممله. عشان نفهم ليش اختاروا سنه 2042 لازم اروي لكم القصه من الاول، لكن قبل لا نرويها، اللعبه تقريبا اخذت منهم تطوير حدود الثلاث سنين، هذا اللي احنا فهمناه مع اخر تقنيه مستخدمينها في محركات فورس بايت انجن الخاصه اللي دائما بيستخدموها دائما في باتل فيلد بالذات، وبدوا يستخدموا فيفا في العاب ثانيه، بس خلينا باتل فيلد. احداث اللعبه زي ما قلنا في سنه 2042، تبدا القصه بالتحديد من سنه 2031، بالتحديد ما بعد سنه 2021 ب 10 سنين، يعني من السنه الحاليه اللي احنا عايشينها 10 سنين صارت احداث كثير قلبت الدنيا فوق تحت. خلال العشر سنين هذه او الى سنه 2031 صار الكثير من الانهيارات الاقتصاديه، يعني الاقتصاد طاح، ارتفاع منسوب المياه والفيضانات والامور هذه كلها، تحالفات اللي دائما ما بتكمل. في اكتوبر اللي موافق 9 من سنة 2033 اعصار زيتا، اول عاصفة تضرب في العالم من الفئة السادسة، في جون 11 الموافق سنة 2034 ازمة في الاكل، وازمة عندنا برضو في الوقود، فصار في كساد على مستوى العالم. في اوغست 8 الموافق سنة 2035 انهيار الاتحاد الاوروبي، بالتحديد بعد انهيار دولة المانيا. هنا بدأوا يطلعوا لنا جنود باسم النو بات، عبارة عن ناس تجمعوا خلينا نقول دكاترة، أطباء، مزارعين، مهندسين، يعني من فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة لبعض الجنود أصحاب الخبرة القدامى. وسائل الإعلام أصلا بتسميهم الغير محبوبين، هذا اللي أنا فهمته، أو النو بات. طبعا حقول لكم أنا يعني هي صراحة في تلاعب في الكلمة نفسها، حجيها بس في وقت معين، أباكم بس تستوعبوا الاسم حاليا. في سنة 2037 بيحاولوا البشر بشكل عام انهم يتكيفوا على الامور وعلى العيشة اللي هم حاليا بيعيشوها في هذه السنة، لدرجة ان بعض الدول بدأت تفتح حدودها. وهنا مربط الفرس يا جماعة الخير، عندنا فوق المليار شخص، ما يعني مستحيل انك ترجع الامور الى طبيعتها في هذا الوقت، فبالتالي في فئة كبيرة من فوق المليار شخص، خلينا نقول في فئة منهم مو مقتنعين بالحكومات والثقة انعدمت تقريبا، فبالتالي طلعوا لنا فئة ما لهم جنسيات معينة باسم We Are No Bats، وهنا تتغير الكلمة من Betrayed إلى كلمة Bats، يعني إحنا ما إحنا حيواناتكم الأليفة. وفي ظل الحوسة والمعمعة هذه يا جماعة الخير ما عندنا لقوتين موجودة، روسيا وأمريكا، وهنا بدت الشرارة بينهم وبدأ الاحتكاك يزيد. تحسبون الموضوع وقف على كذا؟ لا، في شيء غريب صار أدى تقريبا خلينا نقول 70% اتعطل كل الأقمار الصناعية اللي تدور في مدارها وتحطمت على الأرض لسبب غير معروف، يعني في عاصفة فضائية مفاجأة اتسمت حتى بتأثير كيسلا، وهذا الموضوع طبعا سبب عندنا تحطم طيارات لأنها بتعتمد على الانترنت، انهيار شبكات الاتصالات، الاقتصاد تقريبا وقف جامد، ارتفعت أسعار الحبوب والنفط بشكل كبير، بدوا يفقدون ناس، ومطالبات بهذول الناس اللي وصلت بمئات الألوف. فإذا صار الواحد ما قاعد يقدر يتنبأ أو يقدر يعرف إيش اللي قاعد يصير في العالم من ناحية العصير، من ناحية الطبيعة، من ناحية الأمور هذه كلها، ولا صار حتى في تجسس ما بين الدول، فبالتالي ما صار حد يعرف الخاين من اللي مو خاين، ولا في إنترنت، ولا في تشارك للمعلومات والأمور هذه كلها، فبالتالي أثر من ناحية ثقة الناس في بعض، ما صار في أحد يوثق بأحد، نفسي نفسي. الأكل، البنزين والنفط والأشياء هذه اللي بيعتمدوا عليها البشر
صارت هي المطلب حاليا ما بين أمريكا وروسيا. وهنا يبدأ دورك أنت كواحد من النوبات تقرر أنت مع روسيا ولا مع أمريكا. ما في شيء اسمه أنا محايد، لكن يعتقد أنه السبب الرئيسي في الانهيار العظيم هذا اللي صار في اللي وصل سنة 2042 لهذا الشكل أنه له علاقة بالنوبات، لأنه أمريكا بتلوم روسيا على ضرب الأقمار الصناعية وروسيا بتلوم أمريكا على هذا الموضوع. فبالتالي الشكوك كلها راحت على النوبات لأنهم هم يبغون الفوضى ويبغوا يقومون فئتهم أو مجموعتهم. هذه هي قصة باتل فيلد 2042. نجي الآن يا جماعة الخير للمساحات أو للمابات اللي أعلنوا عنها. عندنا 7 مابات وكل ماب حيكون مميز بشيء خاص فيه. الماب الأول حيكون عندنا في فرنسا، القتال حيكون كله على موقع إطلاق الصاروخ الوشيق، وطبعا يبغوك تنتبه من الأعداء، يبغوك تنتبه في نفس الوقت من العواصف في هذه الخريطة. الخريطة الثانية عندنا حتكون في الدوحة في قطر، وطبعا التصحر اللي صار في المدينة هذه حيزيد من صعوبة القتال داخلها، ومن ضمن العواصف الرملية والغبار اللي حيعدم لك تقريبا الرؤية، والقتال كله حيكون للسيطرة على قافلة محاصرة في الرمال المتحركة. الخريطة الثانية عندنا في كوريا الجنوبية، وحيكون في إمكانية انك تستخدم ناطحات السحاب انك تنقل ما بينها، والقتال حيكون في الساحات المحيطة بمركز البيانات المشهور في المدينة. الخريطة الثانية حتكون عندنا في سنغافورة، وكل التحذير من العصير الاستوائية والتنقل طبعا ما بين الحاويات اللي تشبه المتاهة اللي يعتبر خط امداد رئيسي لخطوط الامداد الامريكية. الخريطة التالية عندنا حتكون في الهند، على طول جزء استراتيجي من الساحل الغربي للهند. القتال كله ساير على السفن هذه اللي انتم شايفينها الكبيرة، لانه الكل طامع في القطع اللي موجود فيها، وطبعا مع التنبيه على انه تحتاج تتكيف مع العواصف المميتة. الخريطة الثلجية هذه حتكون في انتركتيكا اللي دائما عنها نظريات غريبة بتسمعها في اليوتيوب، والقتال كله ساير فيها بسبب استخراج النفط اللي حول المنطقة هذه الى بقع استراتيجية للقتال ساخنة جدا. طبعا حتقدر تستفيد على كلامهم من خزانات الوقود اللي موجود فيها اللي تقدر تدمرها، بالإضافة للصوامع اللي تخلق حقول حطام وحرائق دائمة لمن تدمرها. الصحراء الشرقية، وهنا نروح لأم الدنيا مصر، بحيث القتال كله بسبب المناطق الزراعية الغنية اللي من صنع الإنسان. طبعا في جدار أو في سد عالي، فبالتالي الكل بيحاول يدخل هذه المنطقة ويأمنها، وهنا يبدأ دورك في تأمين البوابات الضخمة في هذا السد أو الجدار. كذا أتوقع يا جماعة الخير بدأتوا تربطوا ما بين قصة اللعبة وما بين الخرائط وفكرة كل خريطة والشيء الخاص فيها وإيش المقصد منه كطور أو كمون. الآن خلونا ندخل على طول في المودات أو الأطوار اللي شاركونا إياها. طبعا شاركونا تقريبا 3 مودات خلينا نقول، أو 3 أطوار للعبة. عندنا طور الأول أوت وارفير، هذا الطور حيكون يجمع خلينا نقول ما بين الكونكوست والبريك ثرو. الكونكوست كلكم تعرفوا اللي هو تستحل الأعلام، والبريك ثرو اللي بيكون فرقتين دفاعية وهجومية، والفرقتين دولة بيحاولوا يتقدم، مثل الفريق الهجومي يخترق خطوط الأمامية مثلا للفريق الأول إلى ما يوصل لمنطقة معينة، والمنطقة هذه بيحاول يدافع عنها الفريق الثاني. هذا الطورين أجمعهم وحطهم في طور واحد باسم All Out Warfare. طبعا حيدعم عندنا إلى 128 لاعب، يعني بمعدل 64 لاعب في كل فريقين على أجهزة الجيل الجديد فقط، بلايستيشن 5، الاكس بوكس سيريس اكس، بالإضافة لأجهزة البي سي. اللي بيسأل على الكروس، إلى الآن مو واضح موضوع الكروس، والأهم من هذا كله الجيل القديم اللي هو البلايستيشن 4 والاكس بوكس العادي ما حيقدروا يلعبوا إلا ب 64 لاعب. طبعا للتذكير يا جماعة الخير الخرائط حتختلف طبعا حجمها على حسب الجيل. الجيل القديم خرائطهم حتكون أصغر ومختلف الوضع عندهم مقارنة بالجيل الجديد. المود الثاني عندنا اللي هو مود باسم الهازارد زون، وكان في الماب اللي كان في انتركتيكا. طبعا اللي واضح معانا انه حتقدر تستخدم او حيكون كله عبارة عن سكوادات، وتقريبا اللي انا فهمته هذا يعتبر من اكبر الخرائط اللي سوتها باتل فيلد، على كلام جاك فراكتك تقريبا بتشبه خريطة خلينا نقول ببجي، فالخريطة واضح انها كبيرة جدا وحيكون في اهداف معينة. ما عندنا تفاصيل اكثر من كذا، لكن هذا كل اللي احنا نعرفه. عندنا اخر شيء في طور حيكون من دايس الاي، ما هو واضح هذا الطول، لكن قالوا حيكشفوا عنه في اي اي بلاي اللي حيكون في يوم 22 جولاي، وحيكون مفاجأة وخاصة لمحبين سلسلة باتل فيلد والاسلوب الكلاسيكي. ايش هو هذا الطور؟ ما اعرف، ممكن يقصدوا الرش، ممكن يقصدوا ما ادري، اعطوني رايكم.
نجي دحين للشخصيات اللي حتختارها. كلكم لاحظتوا يمكن في التريلرات قديش الشخصيات مختلفين عن بعض والملابس مختلفة عن بعض، لأنه كلهم يعتبروا من الباتس اللي هم هو حرفيا يبغون. احنا كلاعبين كل واحد يختار الشخصية اللي يبغاه ويعدل فيها بالطريقة اللي يبغاها. طبعا حيكون في عندنا تقريبا على كلامهم يوصل إلى 10 شخصيات يسمونهم بالسبيشاليست، كل شخصية حيكون فيها ميزة خاصة فيه. كشفوا عن 4 شخصيات وهو هذا اللي أنا حشارككم إياه. الشخصية الأولى عندنا واللي اسمه ويبستر، وهذا حيكون من كندا وهو جندي خلينا نقول سابق. مميز هذا الجندي إنه في عنده سيل هوك، ولاحظنا حتى في التريلر، وكنت أتساءل حتى أنا في وقت ما كنت مسوي بث إنه إيش قصة الحبال هذه اللي في ظهوره. وفعلا الحبال هذه حتستخدمها في إنك كأنك في لعبة سبايدر مان أو باتمان، حتستخدم عشان تقدر تتنقل ما بين مبنى ومبنى. بالإضافة إنه هذه الشخصية حيكون مميز إنه هو مرن ويقدر يكون يعني يطلق وسريع في الأيم، وفي نفس الوقت في التحرك في وقت واحد. الشخصية اللي بعدها عندنا باسم ماريا، واللي أنا فهمته بتدور على ولدها اللي فقدته في الفرقة هذه أو في الجروب هذا المسمى بالبات. حتكون عندها خاصية إنه مسدس بيطلق زي خلينا نقول ميدك أو بيطلق إبرة بتنعشك، فإذا طلقتها على عدوك في الغالب حيدمج، وهذا اللي أنا فهمته في النقطة اللي هم حاطينها. بالإضافة إنه اللي أنا فهمته إنه وقت ما تنعش الشخصية اللي قدامه بتخليه يرجع بالفول الدم، يعني بيكون الهيلث جدا كامل، ما بيحتاج مثلا انه يرمي له ميدل. وانت عارفين زي اللي كان يصير عندنا باتفيد برضو 5 و1 حتى 4 و3. عندنا بعد كده شخصية جوزوكوفسكي، شابة كبير في السن يعرف يحافظ على نفسه، يعتبر ولد كإنجينير كمهندس خلينا نقول. عنده جهاز او نظام باسم SG36 أو 36 سنشري سيستم، هذا بيقدر يلقط لك الناس اللي حولك. بالإضافة في عنده سلاح أو زي الرشاش لو أنتوا شفتوه اللي زي القاعدة، برضو كمان بيقدر يشوف أو بيطل على الأعداء ويسوي عليهم زي السبوت ويطلق عليهم طبعا أكيد في الغالب. بعد كده في عندنا كاسبر من جنوب أفريقيا، إرادته زي الحجر صخر، حيكون في عنده درون. الدرون هذا بيقدر يستكشف الأهداف اللي قاعدة تتحرك، بيستخدم طبعا الاي ام بي. وعندنا بعد كده الموفمنت سنسور زي اللي تعودتوا عليه، القطعه دي اللي بيرميها وبيكشف لك اذا في احد حولك. فاذا انت من الناس اللي تحب السنايبر حتتكي حتحط السنسور ذا حولك عشان لو في احد بيختلبك كل شيء حتنتبه له. واعتقد يا جماعه الخير الشخصيات هذه كلها في النهايه حتقدر انت تعدل عليها بكيفك او براحتك، يعني من ناحيه الشكل والامور هذه كلها ممكن، ماني متاكد للامانه، مساله وقت وحيبان معانا. نجي دحين للنسخ اللي استعرضوها او حيكون عليها الايرلي اكسس خلينا نقول، لو سويت طبعا بري اوردر في الوقت الحالي. زي ما انتم ملاحظين حيكون في عندنا اللي هو سكين، وحيكون في عندنا زي الديناصور، وحيكون في عندنا برضو باك جراوند خاص بالجارد تاج زي ما انتم ملاحظين قدامكم في الصور. هذا اللي يسوي طبعا البري اوردر. نجي دحين للمقارنات ما بين النسخ، وزي ما انتم شايفينها قدامكم في عندنا الستاندر اديشن. للتذكير يا جماعه الخير اللي انا فهمته الخرائط حتكون مجانية سواء الآن أو مستقبلا. اللعبة حتعتمد على نظام سنوي، كل سنة حيكون في عندنا 4 مواسم، وكل موسم حتكون مدته 3 شهور. وفي الموسم هذا حيكون طبعا في أشياء جديدة بيضيفوها من ناحية الشخصيات والأمور هذه كلها، لكن الأكيد أنه الخرائط حتكون ببلاش، ففي أشياء مدفوعة وفي أشياء ما هي مدفوعة. وزي ما انتم ملاحظين عندنا الستاندر اديشن، وعندنا الجولد اديشن، وعندنا الالتيميت اديشن. لو تلاحظون الجولد والالتيميت اديشن حيقدروا يلعبوا تقريبا في يوم 15 اكتوبر، بينما الستاندر اديشن حيلعبوا في 22 اكتوبر. اعتقد كذا باينه بالنسبه لكم الامور، وباينه بالنسبه لكم الاسعار والامور هذه كلها. قولوا لي انتم اي نسخه طبعا حتختاروا وليش حتختاروا، بدل ما انا اقعد اقرا لكم ايش الميزات والفروقات، خلونا نتناقش شويه تحت في قسم التعليقات. نجي دحين للكلام المهم وللاسئله اللي حطوها وجاوبوا عليها على اساس تكون يعني الامور جدا واضحه. من الاشياء اللي ذكروها انه طور الكونكويست ما حيكون زي اول، او الاستحلال حق الاعلام خلينا نقول ما حيكون انك تستحل علم وتحاول تاخذه مو زي اول، حيكون عباره عن منطقه، المنطقه دي بتحاول تستحلها. يعني خلينا نقول مثلا مثال كان جدا ممتاز من جاك فراغ، عندنا مثل ملعب حق قطر. الملعب هذا لو انت حاب انك انت تاخذ العلم اللي موجود فيه، مو علم واحد تاخذه وانتهى الموضوع، لا، حيكون اكثر من علم باكثر من اسلوب او اكثر من منطقه، وتحاول تستحل المناطق هذه كلها عشان تقدر تستحل الملعب بشكل كامل. وهذا الشيء يعتبر جديد على سلسله باتفيد، بدل ما كان علم واخذت انت مثلا المنطقه هذه وخلاص. وممكن يكون بعض الناس متوقع انه مثلا ممكن يكون في مركبات معينه، ممكن يكون في اسلحه معينه، ممكن تكون في اشياء خاصه في هذه المنطقه بتخلي المعركه اسلوبها جدا
مختلف ومتغير، وهذا الشيء نوعا ما لاحظناه في التريلر. يعني في كل جزئية في الخريطة حيكون في معركة داخل معركة، هو ذا اللي نحن نقدر نقوله، ولها أسلوب في طريقة القتال مختلفة عن المناطق الثانية. بالنسبة للناس اللي تتساءل هل حيكون في كروس جن، جاوبتنا على هذا السؤال وقلت انه الى الان الصورة ما هي واضحة. بالنسبة لموضوع الباتل رويال تقريبا، خلينا نقول طور الهازارد نفس الفكرة، خلينا نقول بس ما هو باتل رويال، ففكرة الباتل رويال شيلوها من بالكم الى الان اللي واضح انه ما في، وفكرة الستوري مود ما في، لكن الهازارد لانه بعض الناس كانوا متوقعين هو الباتل رويال، هو على نفس فكرة السكواد لكن ما هو باتل رويال، فاتوقع حيبان معانا التفاصيل هذه اكثر في يوم 13 اللي حيكون في معرض E3 بالتحديد. اتوقع مع حدث الاكس بوكس حيكشفوا عن الجيم بلاي الخاص بالاونلاين، وحنقدر وقتها نشوف بنفسنا اذا اللعبه تستاهل او لا. طبعا في بعضكم حيتسال على الملابس وعلى الاسلحه والتعديل والامور هذه كلها. الاسلحه ما في شيء اسمه سلاح بريمري وسكندري ومدري ايه والاشياء اللي تعود عليها في سلسله باتل فيلد، لا، اي فئه حتختارها حتختار السلاح اللي انت يعجبك، لكن حيكون الفرق اتوقع في الغالب في السبيشالست او الاشياء الخاصه بكل شخصية، فبالتالي حتختار السلاح اللي انت تبغاه. نقطة مهمة كمان انه الاسلحة حتقدر تختار لها يعني اكثر من تعديل، والتعديلات هذه حتقدر تسويها وانت داخل المعركة. يعني مثلا معاك M16 مثلا وحط له دربيل اللي هو الدوت مثلا، وحبيت تغيره لدربيل مثلا يكون شوية لزوم ابعد سواء في 2-4 الى اخره، فبالتالي حتوقف حتفك السلاح حتفك الأغراض اللي فيه وتغير الاتاتشمنت اللي عليه وتحطه بالشيء اللي يناسبك فيه داخل المعركة، مو انك تموت وتطلع وتحوس الحوسة ذي كلها، لا، وانت داخل المعركة فتقدر تظبط انت على اكثر من عدات، والاعدادات هذه تقدر تستخدمها داخل اللعبة. اللعبة على حسب طبعا منصة ستيم، واضح انها حتدعم اللغة العربية، وهذا الشيء صراحة متوقع، هي مو مقصرة صراحة من ناحية اللغة العربية بالذات في سلسلة باتل فيلد بالاجزاء الأخير. مركبات من تفاصيلها المهمة انك انت تقدر تطلبها زي جهاز الايباد، والمركبة هذه توصلك، وتوقع انه اكيد انك انت حتعدل وحتزبط الامور هذه كلها، بس كيف طريقة تقنينة انه كل العالم بيطلبون مركبات وكل العالم بتجيهم مركبات وبيقلب الموضوع توستد ميتل، ما اعرف للامانة، لكن اتوقع انه اكيد انه حيكون مقنن ومزبط الموضوع بطريقة معينة، فواضح انه 70% من الاقمار طاحت في 30% تحت يد البات، اذا نفس النظرية انه البات فعلا هم اللي سووا مشكلة في الاقمار الصناعية لانه غير معروف. اتمنى كذا جماعة الخير اني كفيت ووفيت ووضحت لكم فكرة اللعبة بشكل عام. طبعا اكيد في ملاحظات وفي اشياء شفتوها انت في التريلر، زي مثلا اللبس اللي كان لابسه، زي مثلا عندنا الاعاصير والاشياء اللي كانت تصير داخل اللعبة اللي ما تقدر تتوقعها بسبب انه ما عاد في تقنية وفي اجهزة. الأشياء دي كلها أتمنى بس أنه أكيد أنه EA حيوضحوها أكثر في الفترة الجاية، طريقة التعديل على الشخصيات، الأمور هذه كلها كيف أنك تتسويها. فصراحة جدا متحمس للعبة، ما نبغى نقول أنه خلاص اللعبة كذا 10/10، إلى الآن الفكرة رهيبة مقنعة أكثر من أنه كان شيء كذا مو واضح بالنسبة لنا، لكن الجيم بلاي في النهاية هو اللي حيحكم، هو اللي حيفرق، اللي في الغالب حنشوفه في معرض E3 وحيبين لنا تفاصيل اللعبة بشكل أفضل. وفي الغالب كمان انه في نسخ ان شاء الله البيت المفتوحة حيكون كمان لها تجربة اللعبة، وكمان في سيرفرات وفي اشياء حيجربوها، فاعتقد حتبان تفاصيل اللعبة بشكل اكبر الى ما يجي يوم 22 اكتوبر كلنا نلعب جماعة الخير سوا. في النهاية جماعة الخير يعطيكم العافية على المتابعة، اتمنى اشوف رايكم تحت في قسم التعليقات، وهل هذا اللي انتم كنتم متوقعينه ولا كنتم متوقعين شيء افضل من كذا بكثير. انا عن نفسي هذه هي الاجواء اللي انا احبها، خاصة انه في حركة ريندي زوك كانوا حاطينها في اللعبة، وواضح انهم قاعدين يسمعوا للمجتمع، حركة الدباب وكيف ضرب فيها الهليكوبتر، الليفلوشن اللي يصير في خريطة اللعبة، وتلميحاتهم اللي كانوا ماخذين من المابات المشهورة الباتل فيلد 3 و 4 وحطوها بطريقتهم الخاصة. في النهاية يعطيكم العافية، نشوفكم ان شاء الله في مقاطع جدا قريبة. كان معكم حبرو من قناة فيديو جيم فور عرب، تظبطونا بالايك والاشتراك والنشر، مع السلامة.